تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. إذن في هذا البرنامج مستمعينا نفتح آفاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ولاحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا وسهلا بكم في هذه الساعة الإذاعة التي نتمنى أن تكون إن شاء الله عامرة بالمعلومة التي تقودنا وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسليم. بداية نرحب بأعضاء فريق عمل برنامج صحة وسعادة. معنا في الإعداد اليوم حسني البلاونة، أستاذ حسني البلاونة. في التنسيق ميرا الخفلي، صبحك الله بالخير. وفي الإخراج أيمن سرحيل، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. وأيضا أرقام الهاتف بتخبركم عنها دكتورة ندى الملا. صباح الخير. صباح الورد، صباح الجمال، صباح الخميس الونيس آخرين في الأسبوع. أصلا الأسبوع كان قصير يعني، ولكن لازلنا نستانس ونفرح بالخميس. وذكركم أرقام التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006. طبعا تواصلوا معنا بداية البرنامج، عندكم أسئلة، اقتراح، شكر، شكوى، أي شيء حابين توصلونا لنا. قنوات التواصل معنا مفتوحة من الآن إلى الساعة إن شاء الله 11 إلا 5. إنزين، ليش إلا 5؟ هو برنامج ليش إلا 5؟ عاد حسب ديسكاونت اللي يعطيني إياه المخرج، مرة إلا 10، مرة إلا 5، حسب الخصومات اللي عندنا في البرنامج. إنزين، نحن بعد عايشين شو اسمه مفاجأة صيف دبي. الخصومات شغالة إن شاء الله. عموما أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن أمراض اللثة لا تضر بصحة الفم والأسنان فقط، بل تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي. تعرفين هذا؟ الروماتيزم يعني. لا، هو الروماتويدي. هي سوى روماتويد، هي روماتويد أرثرايتس بالإنجليزي، بس ترجمة العربية روماتويدي. أوكي. لكشف العلاقة بين أمراض اللثة والتهاب المفاصل الروماتويدي، راقب الباحثون 48 من الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بالإضافة إلى 26 مريض بالتهاب المفاصل الروماتويدي و32 من الأصحاء وفحصوا اللثة لديهم. وجد الباحثون أن أمراض اللثة والبكتيريا المسببة للأمراض تزيد من فرص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، خاصة لدى المرضى المعرضون لخطر الإصابة بالمرض. وقال الدكتور كولوفير مانكيا قائد فريق البحث، قال إن دراستنا هي الأولى التي ترصد دور أمراض اللثة والبكتيريا اللثوية في خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. وأضاف، نتائجنا تدعم الفرضية القائلة بأن الالتهاب على الأسطح المخاطية مثل اللثة قد يوفر بيئة مناسبة لأمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل، وهذه خطوة أساسية نحو الهدف النهائي للوقاية من تلك الأمراض. ولتجنب الإصابة بالأمراض المتعلقة باللثة، ينصح الباحثون الأشخاص بالاهتمام الكامل بنظافة الأسنان والاعتناء بوضع اللثة الصحي منذ الصغر عبر تدليكها ومراجعة الطبيب بشكل دوري من أجل الكشف عن أي أمراض لا ترى بالعين المجردة لكنها موجودة وتظهر فقط عند حدوث الالتهابات المتكررة. صحيح محمود. أتذكر في سنة من السنوات مدرب نادي العين أول ما استلم الفريق، كنت معهم بالفريق؟ لا يعني هذا موضوع شمون الحين، كنت معهم يعني تنكتين مثلا الحين بخردين خلص السالفة عقب يعني نبغى نقول إنك كنت لاعب رياضي في نادي العين. كنت. طيب وبعدين؟ بس عشان الناس استانس. أوكي. بمن موسم كرة مونديال هيك من الحين. أوكي.
لما كنا في لما وصل نادي العين أول شيء سواه للفريق خذاهم كلهم على طبيب الأسنان يفحصون أسنانهم زين، واللي عنده أي مشاكل في الأسنان كان لازم يعالجه. هذا قبل البطولة أثناء المعسكر في هذه السنة العين خذ الدوري. طبعا العين ما شاء الله كل سنة ياخذ الدوري يحافظون على أسنانهم عشان شيء. لا يعني هي العلاقة، لأن هذه أيضا حتى في أكثر من فريق في أوروبا كانوا شو اسمه بهذا الشكل وايد يهتمون بهذه المسألة. اليوم هذه الدراسة الدكتورة شو تعليقك عليها؟ الدراسة تأكد اللي دائما إحنا ننصح فيه لما نقول إن التهاب إن نزيف اللثة بشكل خاص أو أي أعراض عندنا في اللثة والأسنان لازم ما نهملها. في ناس تقولك صبغة غرت ماي ملح تمضمض بتخوز، هذا عبارة عن عرض، وإحنا دائما نركز على صحة الفم وصحة الأسنان وصحة اللثة، لأن الفم غني بالبكتيريا، كميات هائلة من البكتيريا تعيش في الفم عندنا فوق ما حنتصور، فهي بوابة لدخول الجسم. أي مرض عندنا في اللثة أو في الأسنان ممكن هالبكتيريا تدخل على الدم. البكتيريا اللي موجودة عندنا في الفم تعتبر مثل ما نقول حميدة للفم نفسه، يعني هي هذا بيتها، ولكن لو دخلت على الدم وراحت مناطق أخرى تعتبر هني العدو. يعني كل جسم جزء في جسمنا عنده بكتيريا خاصة فيه، فعشان شيها الدراسة تربط ما بين التهابات اللثة وأمراض اللثة والإصابة بي يسمونه الناس يعرفونه الروماتويد أرثرايتس أو التهاب المفاصل الروماتويدي اللي هو مرض مناعي لما الجسم نفسه يحارب المفصل، وهذا موجود عندنا بكثرة، موجودة في حالات نشوفها، غير عن التهاب المفصل العادي اللي يكون بسبب كبر في السن أو سوء الاستخدام أو الرياضة أو غيرها أو غيرها. هذا الجسم يحارب نفسه. ليش يسموه مرض مناعي؟ لأن البكتيريا هاي طبيعية موجودة عندنا في الفم، لكن تدخل تلقى لها مدخل إلى الدم، موجودة سوري عندنا في الفم تلقى مدخل إلى الدم عن طريق جروح الأسنان وجروح اللثة، فتصير ما أماكن أخرى في الجسم في المفاصل، ويبدأ الجسم يحارب المفصل هذا على اعتبار أنه فيه أعداء من الخارج إنها بكتيريا. فعشان شيء يا جماعة صحة الفم عندنا أساسية، سواء أنت عندك أمراض أو ما عندك أمراض. الحين الناس العاديين ما عندهم أمراض لازم يكون على أسنانهم مرة كل سنة. الحين مريض أمراض الأخرى خصوصا مريض السكر اللي دائما أكد عليه لازم تشوف طبيب الأسنان مرة سنويا مع الحفاظ على صحة الأسنان، لأن عندهم نسبة أنهم يصابون بالتهابات من بكتيريا الفم أكثر من غيرهم. فما نهمل، الناس بالعادة تروح طبيب الأسرة ممكن 10 مرات في السنة، طبيب الأسنان ولا مرة. يقول لك لا ما أروح إلا لو عندي مشكلة، لازم تروح قبل ما تكون عندك المشكلة، وحتى بالنسبة للأطفال قبل المشكلة نصير عند طبيب الأسنان، مو بلا ما عندنا مشكلة فقط. ما يمنع كل 6 شهور تروح تنظف يعني؟ ما تنظف، هي ممكن تنظف أسنانك. نهتم بفرشاة الأسنان، في ناس ما يعرفون إن العوق والمشكلة في فرشاة الأسنان، في ناس ما تنتبه فرشاة الأسنان كم صار لها يستخدمونها، في ناس 6 شهور الفرشاة محطوطة على الرف. أنا الدراسات تقول 3 أشهر، أنا بالنسبة لي في بيتي 2 شهر، حتى مرات أقل، أنا شو أفحص فرشاة الأسنان إذا وضعها ما يسمح أفرها. لا تتهاونون في شيء بسيط مثل فرشاة الأسنان، يعني كل البكتيريا تكون عليها. تخيلوا أنه كل مرة نفرش أسناننا وين أحسن، أحط الفرشاة في وأنت بكرامة في الحمام ولا أطلعها برا على الحمام؟ لأن يقولون حتى لأن الحمام فيها وايد جراثيم، فيها وايد بكتيريا محمد، بس برا الحمام لا، ممكن تحطها في خزانات، في معظم تكرم الحمامات فيها خزاين تحطها داخلها، لأن الفكرة إن كل مرة مرة حتى قلنا في صحة وسعادة كل مرة تضربون الفلاش تكرمون مع الحمام، الماء اللي يرتفع في الهواء ممكن ينزل على فراش الأسنان حتى، فنهتم وايد بها. في ناس الواحد المفروض يسكر يخليها تنشف بعدين يسكر عليها يحطها داخل الكبد. وفي معلومة مهمة محمود، الناس وايد ما تعرفها، لازم نشم فرشاة الأسنان، تشمون ريحتها تشوفون هل ريحتها زينة أو لا، حتى معجون لا مو شرط، إذا ما تهتم فيها بشكل سليم ممكن يصيبها عفن وأنت مو منتبه، يكون في عفن عن منبت عند وين تطلع الشعيرات، فلازم تنتبهون اللون مالها شو، أحيانا يكون مصفر أو بني، ها معناه في عفن عم تنفر الفرشاة. فحتى لو كان ما صار فترة طويلة ممكن تفاتحنا من 6 أسابيع أو شهر، انتبهوا الأشياء الرائحة والشكل، واستثمروا في أسنانكم، لأن الاستثمار في الأسنان استثمار في الحياة. كيف؟ يعني عشان صحتهم، لا صحتهم، يعني اشتري فرشاة زينة تكون فرشاة زينة وحرصوا على تبديل الفراشي. ممتاز، شكرا لك دكتورة. بنطلع فاصل مستمعين الكرام، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل. صحة وسعادة،
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي الفقرة الثانية من برنامجنا برنامج صحة وسعادة. طبعا مستمعينا كنا نتحدث عن صحة الفم قبل الفاصل، لكن قبل ذلك خلونا نتكلم معاكم ونذكركم بأرقام التواصل معنا على 600551414 ورسالة نصية على 4006. تواصلوا معنا من الحين، عندكم سؤال، عندكم شكوى، عندكم اقتراح، عندكم موضوع طبي حابين نطرحه، تواصلوا معنا من بداية البرنامج عشان يكون في متسع من الوقت ان نحن نجاوب على السؤال بشكل تام. طيب نحن دائما ما دكتور نحاول من خلال برنامجنا نغطي مختلف المراكز ومختلف القطاعات ومختلف المستشفيات. اليوم مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث يتجه إلى استخدام تقنيات متطورة لمطابقة الأنسجة عالية الدقة من الجيل الثاني ضمن جهوده المستمرة لتقديم خدمات متميزة تواكب التطور اللي تشهد إمارة دبي في المجال الطبي. نعم زين. صحيح. اليوم هذه التقنيات لها دورها في خدمة المتعاملين والخدمات اللي يقدمها مركز دبي لدم الحبل السري بشكل عام خدمات مميزة. معانا عبر الهاتف الدكتور حاتم العباس، مدير مركز دبي لدم الحبل السري بالإنابة واختصاصي مطابقة الأنسجة والمناعة. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا، صباح النور، مرحبا. شو أخبارك؟ طيب حياك الله، جزاك الله خير. دكتور نحن يعني ما ندخل معاك في الحوار بشكل مباشر، ولكن باخذ هذه المداخلة من منو؟ ميرا، في عنا مداخلة ميرا ولا من منو؟ أم سعيد. خلنا أخذ أم سعيد، دكتور سامحنا ومنواصل معك. تفضل يا أم سعيد، صبحك الله بالخير. خير خير والنوم وصحاتكم. خير علت الخير، الله سلمت، يعطيكم الصحة والعافية. عندي ملاحظة ما يطول عمرك بالنسبة لورقة الحمر. أنا من سكان لد الحمر، شيء طبيعي لراجع العيادة. نعم. وأنا عندي الله يسلمك عندي جفاف في العين. نعم. وهذا اليوم صارت راح يعني قلت عادي، قلت مرة عادي، قلت قطرة مروضة حق عين اللي هي محلول طب دائما لازم استعملها. نعم. حتى في فترة ما كان عندي الدواء. فقلت المرة ما دام وصل العيادة تأتي بتصوير موجودة، قال لي نعم. رحت لها كلم عليها، ما رد علي الشرطة، ما تعرف هي تقريبا روسية مسيرة تقريبا العيادة. نعم. فأنا أسهر منسى أقول يعني أنا ما عندي موعد بس بغيت تزينة، قالت نو مساء الكل ما رد علي، حاولت أفهم ما ظن في فايدة ما نزل في دماغه، قلت هو ما في أي أسلوب ولا بالمرة ولا ترمسة بدون ما طالع يعني نو نو، يعني أقول أنا عندي موعد، أنا ما عندي موعد. ما كان في حد يتكلم عربي هناك ممكن؟ لا ما حد كان الواحد ذاك اللي يفحص النظر ما كان موجود. كان طلبتي حد مسعيد، كان طلبتي حد يترجم لك؟ لا مو مسات يترجم لي، ما كنت تشوف حد. هي الأسلوب الأسلوب فهمت دكتورة عليها. كان مريض واحد كان مريض بقول زعم عليه، حتى لو قالت لي بعدين تعالي مشكلة بعدين تريي أم سعيد. بخلي ميرا بعد تاخذ، عندك رقم أم سعيد ولا عندك رقمها؟ أم سعيد وايد زين. أول شيء أم سعيد أنا وايد أشكرك أنك أنت تعنيتي واتصلتي وعطيتينا هاي الملاحظة، وايد أشكرك على هذا الموضوع. واحد لكم الشكر. زين. اثنين بالشكر طبعا على البرنامج. الله يحفظك يا رب. اثنين بيتصلون فيك تحت الهواء. زين. تحت الهواء بيتصلون فيك، بياخذون من عندك التاريخ والزمان وكذا. زين. عطيهم الوقت وكل شيء، وان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. الله يخليك. مشكوره يا ام سعيد. ما اذكر التاريخ
هو قبل العيد بأسبوع تقارب رمضان تقريبا إن شاء الله. حاولي قدر الإمكان إنك أنت تعرفين، حاولي قدر الإمكان، حاولي تتذكري. بأمر الله، الله يطول عمرك. مشكورة. شكرا لك. طيب دكتور سامحنا نحن لأن برنامجنا دائما نقول هو موجه للناس، فيعني أي ملاحظة تينا ولا كذا نحن نعطيهم أكبر فرصة أنه هم يشاركون في الـ نحن كلنا في خدمة الناس إن شاء الله. الله يطول عمرك دكتور. اليوم أنتم عندكم تقنية جديدة يعني ناويين تدخلونا في المركز، خبرنا عن هذه التقنية ودورها بالارتقاء بخدمات مركز دبي للدم الحبل السري والأبحاث. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. التقنية اللي هي تسمى تقنية الجيل الثاني أو Next Generation Sequencer بسموها. تقنية الجيل الثاني هي من أحدث التقنيات الموجودة في مجال مطابقة الأنسجة الحين في العالم كله. وهي تم إدخالها ممكن أو نحن دلوقتي في المرحلة بتاعة التقييم لها. طبعا أي حاجة بتدخل جديدة في أي مركز لازم يتم تقييمها فنيا وإداريا فتقريبا انتهينا من كل المراحل، وفي الغريب العاجل إن شاء الله سنعلن عنها ونبدأ نستقبل المرضى. والتقنية دي بتستعمل في مطابقة الأنسجة اللي هي ناو في أي وقت الحين نتعمل عملية بتاعة نقل أعضاء، خصوصا نقل الستمثل أو البومر أو النخاع العصب لمرضى السرطانات، بتحتاج لمطابقة عالية جدا اللي هي بسموها دي ما بتعمل إلا بأجهزة الجيل الثاني، والحمد لله حياة الصحة وفرت لنا بإذن الله. وغريبا جدا سنعلن عنها هنا تكون متاحة للمرضى. وهذه التقنية بتعمل على تحديد مستويات الحمض النووي والمطابقة الأنسجة بالحمض النووي اللي هي بتكون definite answer أو نتيجة أكيدة إنه هذا المريض صالح للتبرع هذا المتبرع صالح للتبرع للمريض الثاني 100%. جميل. وهي المطلوبة الآن في كل العالم. وفي القديم طبعا القديم اللي هو قريب جدا، يعني إحنا ما بنقول القديم بمعنى القديم، المريض طبعا بيعمل الفحوصات وبيضطر يسافر للخارج عشان يعمل هذا الفحص. وده طبعا بيكلف الأسرة ماديا وزمن، وانت لازم تاخذ المريض في الخارج او تبعث العينة، وبتضطر تبعث كل المتبرعين لانه من النادر جدا انك تلقى متبرع مناسب للمريض الا من اخوانه. وحتى في الاخوان دائما طبعا حسب قانون الوراثة انه احتمال المطابقة 25%. صحيح. فتخيل انك بتعمل المطابقه وتسافر لامريكا او لاوروبا وهذه التكاليف وتوصل هناك وفي النهايه ما تحصل على المطابقه، فدي حتكون تكلفه عاليه على الدوله، حتكون تكلفه عاليه على المريض، تكلفه عاليه انه ابو المريض غادي يسيب عمله عشان يسافر مع ابنه مثلا. فالحمد لله بحمد الله حياة الصحة وفرت الحاجة دي. فتانيا إن شاء الله المريض بيعمل الفحص عندنا هنا، وبإذن الله حيتبعث المريض والمتبرع المناسب فقط إذا استدعت إن العملية تتعمل في الخارج، ونتمنى إنه هذه العمليات أصلا تتعمل إن شاء الله في الدولة في القريب العاجل إن شاء الله. فهذه هي فائدة التقنية بإذن الله. ممتاز. يعني بيكون في تقصير الوقت وتقليل التكاليف بشكل عام. تقصير الوقت وتقليل التكاليف بشكل كبير جدا، يعني بشكل كبير خالص يعني بالنسبة للزمن وبالنسبة للتكاليف. ممتاز. وده تماشيا طبعا مع سياسة حكومة دبي انها توفر لكل المتعاملين او اسعاد المتعاملين، توفير كل الخدمات الموجودة في حكومة دبي ان شاء الله. ممتاز. دكتور حاتم، هالتقنية دخلت حيز التنفيذ ولا لا تزال ضمن الاعتمادات؟ لا هي تقريبا خلاص، يعني احنا ممكن نكون وصلنا للمرحلة الاخيرة اللي هي يعني انا بتوقع خلال شهر او اقل من شهر ممكن نكون خلاص ان شاء الله. جميل. حيز التنفيذ بإذن الله تعالى، يعني انتهى كل الإجراءات تبعتها والناس يتعاملوا معها ببريوريتي عالية جدا وبأهمية عالية. الهيئة الصحة تعاملت معها بأهمية عالية إنها توفر كل المتطلبات إنها تكون موجودة لخدمة المتعامل في أقرب فرصة. ممتاز. دكتور حاتم، لو تعطينا نبذة عن الخدمات اللي تقدمونها في مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث. هو طبعا مركز دبي لدم الحبل السري من اسمه افتتح تقريبا عام 6/6/2006 بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لما له من أهمية. يعني الشيخ محمد شاف انه في مرضى بتاع الثلاسيميا اللي هي طبعا معظم الدولة هنا بيعانوا المرضى من مرضى الثلاسيميا. نعم. والحاجة الوحيدة والعلاج الناجع دائما هو نقل نخاع العصب او نقل الخلايا الجذعية. فأوصى بإنشاء المركز ده، وتم إنشاء المركز اللي هو بيخص بتجميع الحبل السري من الأمهات. والحبل السري طبعا زي ما كل الناس عارفين الحبل السري هو في النهاية
بعد من عمليه الولاده جث بالقوه يعني يرفع الى القمامه في المهملات الطبيه. فالحين نحن بنوجه انه الناس يجمعوا جمع الحبل السري سواء للتجميع العائلي او اللي يسمى الفاميلي بانكينج او للتجميع العام. صحيح. فبعد ما يجمع دم الحبل السري ويجد عندنا يجي عندنا في اللاب بيعالج حسب الستاندرز العالميه لاستخلاص الخلايا الجذعيه منه اللي هي يتم تخزينها بحاويات نيتروجين في درجه حراره ناقص 196 اللي هي بتحافظ عليها لمده 30 سنه لحد الان حسب كل اللي اصطدت بتقول انه المده لحد الان 30 سنه انه تحافظ على الخلايا الجذعيه وممكن نقلها للمريض عند الحوجة لها. يعني المريض لا قدر الله لو يصاب بمرض الليوكيميا الحل الوحيد انه تنقل له خلايا جذعيه. صحيح. وليها الحبل السري بالذات لان الحبل السري يعتبر الله سبحانه وتعالى خلقه من اغنى الاعضاء في الجسم لهذه الخلايا الجذعيه. صحيح. فتتم معالجه لاستخلاص الخلايا الجذعيه منه ومن ثم نقلها للمريض في حاله الحوجه باذن الله تعالى. جميل. دكتور حاتم لو نخبر المستمعين شو الامراض اللي يقدر يعالجها بخلايا الدم الحبل السري الاكثر امراض شيوعا؟ حتى الموجود تقريبا الامراض حوالي 80 مرض ممكن يعالجها الدم الحبل السري من اهمها مرض الثلاسيميا. نعم. والانيميا الفانكوني انيميا. عندك امراض اللوكيميا المختلفه او سرطانات الدم. نعم. دي هي الامراض اللي اعتمدت انه العلاج بنقل خلايا جذعيه علاج ناجع جدا ممكن يكون العلاج الاسلم والوحيد. صحيح. باقي العلاجات هي مسألة بتاعت مانجمنت أو ترتيب لوضع المريض. صحيح. لحد ما ينقل له نخاع عظم أو ينقل له خلايا جذعية. صحيح. وين دكتور على السريع لو ممكن نعرج على وين تشوف مستقبل الخلايا الجذعية؟ يعني شو الأمراض اللي ممكن يعالجها في المستقبل؟ هو طبعا الحين الموضة بتاعت العلاج هي إختارة الخلايا الجذعية. نعم. فمعظم العلاجات الآن يعني طاروا كل البحوث وكل المنشورات العلمية الدقيقة بتتكلم عن إنه معظم الأمراض ممكن علاجها بالخلايا الجذعية. لأن الخلية الجذعية هي اختصار هي الخلية الأم اللي بتتولد منها كل الخلايا المكونة لجسم الإنسان. صحيح. يعني الخلية الجذعية هي الخلية الأم أو الستمسل. بعد ذلك تطلع منها الخلايا المكونة للدم، الخلايا المكونة للأعضاء المختلفة، الخلايا، فهي أصل الخلايا كلها. فالناس يفتكروا إنها هي العلاج لكل شيء، لأنك أنت زي كأنك بتعطي الجسم منشأ جديد. صحيح. بدلاً عن المنشأ اللي حصل فيه أي مشكلة. بالضبط. لكن لحد الآن الناس ما يندفعوا في المسألة دي، لأنه حتى في حاجات كثيرة بتحصل، وإنه المرضى طبعاً أنا عايز أقول الكلام ده إنه بعض المرضى يعني المريض ليس عليه حرج لكن بيمشي أماكن بيوهموه بعلاجات قد تكون ما صحيحة. صحيح. فلازم الناس يرجعوا لوزارة الصحة لهيئة الصحة للتأكد من إنه المركز اللي عايزين يتعالج فيه سواء في الخارج أو في الداخل هو مركز معتمد وله باع طويل في 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 مجال العلاج حتى لا يحصل أخطاء الناس في النهاية يندموا عليها. صحيح صحيح دكتور. نعم. كلمة أخيرة دكتور حاتم حابب تشاركنا فيها قبل ما نختم لقائنا الجميل معك. والله بس بحب أشارك إنه دائما الخلايا الجذعية أو الموضوع الحبل السري هو موضوع زي ما أنت الأم يعني من تولد بالسلامة هي بتعطي حياة لمولود جديد. فهي ممكن تعطي حياة أخرى لإنسان آخر ديسبيريت أو يائس إنه يجد حياة بتبرعها بدم الحبل السري. صحيح. لأن هي في النهاية ما حتستفيد منها حاجة لكن ممكن توهبه أو تتبرع له لإنسان آخر ممكن يكون في أمس الحوجة اليوم. بالضبط. صحيح صحيح. نحن شاكرين لك دكتور حاتم العباس مدير مركز دبي لدم الحبل السري بالإنابة واختصاص. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وأيضا دكتور يعني اختصاصي مطابقة الأنسجة والمناعة في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك هذا اللقاء ونشوفكم إن شاء الله من تقدم إلى تقدم آخر. شكرا جزيلا دكتور. بإذن الله. شكرا لك. نهارك سعيد دكتور. حياكم الله. الله يحييك. إذن ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل إن شاء الله. شو موضوعنا؟ إن شاء الله بنتكلم عن عن استخدام تقنية حديثة بمستشفى راشد لمعالجة مرضى الإمساك. بيكون معنا الدكتور لبيب العزيبي استشاري جراحة القولون والمستقيم بمستشفى راشد. عشان مرة ثانية ما تطلعين من الحلقة وتروحين تشيكين مكان ثاني. فاصل راجعين. صحة وسعادة. صحة وسعادة.
سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بدأ مستشفى راشد باستخدام تقنية جديدة لعلاج مشاكل الإمساك، تقوم على مبدأ التحفيز الكهربائي للعصب العجزي من خلال زراعة جهاز صغير تحت الجلد، ليكون بذلك أول مؤسسة صحية على مستوى إمارة دبي تقوم باستخدام هذه التقنية المتطورة، تقنية مثيرة للاهتمام. معنا الدكتور لبيب العزيبي، استشاري جراحة القولون والمستقيم بمستشفى راشد. أول شيء صباح الخير دكتور. صباح الخير أهلين. نحن دوشناك شوية في الفاصل لكن ناخذ بس هذه التقنية فكرة عامة عن التقنية واستخدامها. أوكي. التقنية هي عبارة عن زرع جهاز محفز للأعصاب اللي موجودة في الحوض في أسفل الظهر. هاي الأعصاب مسؤولة على التحكم في المستقيم، مسؤولة على التحكم بالعضلات الشرجية القابضة. نعم. مسؤولة على التحكم بالمثانة. بشكل عام هي مسؤولة عن معظم وظائف الأعضاء التي موجودة في الحوض. نعم. وهاي الأعضاء متصلة مع الدماغ بأعصاب وتوصيلات كهربائية. عندما يحدث خلل في هاي التوصيلات وهاي الأعصاب، يأتي دور هذا المحفز الكهربائي الذي يقوم ببث ذبذبات كهربائية بسيطة تقوم بتنشيط وإعادة تأهيل الأعصاب التي موجودة في الحوض، وبالتالي استعادة الوظائف الطبيعية للمستقيم وللمثانة. ممتاز. يعني دكتور لبيب، فهم من كلامك ان الناس اللي عندهم امساك يكون عندهم العضلات لا تعمل بشكل سليم، عشان شي يعانوا من الامساك، بالتالي الجهاز راح يحفز لهم العضلات. اسباب الامساك كثيره جدا. فمن اللي بيستفيد يعني الجهاز من التقنيه؟ الجهاز بدا استعماله في بدايه التسعينات للمرضى المصابين بمشاكل في التبول. في البداية عدم تحكم بالبول، عدم يعني التحكم في التبول. نعم. خصوصا كبار السن. مشاكل المثانة العصبية. مشاكل احتباس البول. ومع مرور الوقت تم استعمال الجهاز للناس الذين يعانوا من السلس البرازي، وهذه هي المشكلة الرئيسية التي يقوم بمعالجتها الجهاز. ممتاز. الجهاز أساسا يعالج الناس الذين يعانوا من السلس البرازي، اللي هو عكس الإمساك يعني. الذي هو عكس الإمساك. نعم. والذي يعاني منه كثير من الناس. صحيح. ولكن في مجتمعنا مجموعة بسيطة بس من الناس التي تأتي للطبيب بالطبع. لتشتكي من هذا. صحيح. الشيء بسبب عوامل اجتماعية. بسبب عوامل أخرى. نعم. قليل جدا من الناس الذين يأتون إلى العيادة ليشتكوا، ولكن هناك عدد كبير يعاني من هذه المشكلة التي هي السلس البرازي. بالضبط. ومع استعماله للسلس البرازي تم أيضا اكتشاف أنه يقوم بمعالجة بعض أنواع الإمساك. جميل. أسباب الإمساك كثيرة جدا. عندما يكون سبب الإمساك هو خلل عصبي في عضلات الحوض. نعم. يأتي دور هذا المحفز الكهربائي. أسباب. جميل. الإمساك عديدة جدا. بالضبط. وبالتالي بزيارة الطبيب يستطيع الطبيب بعد إجراء بعض الفحوصات معرفة ما هو السبب الرئيسي للإمساك، وإذا كان السبب عبارة عن مشكلة في بعض الأعصاب التي تغذي عضلات الحوض ويجري بعض الفحوصات لاكتشاف إذا كان هذا الجهاز سيستفيد منه المريض أم لا. بالضبط. الحين تركيب الجهاز دكتور، هل هي عملية جراحية ولا شو التقنية التركيبة وشو مراحل تركيب الجهاز؟ الجهاز هو عبارة عن سلك كهربائي رفيع جدا. نعم. يتم وضعه تحت الجلد إلى يكون قريب من الأعصاب العجزية التي موجودة أسفل الظهر. نعم. هذا السلك موصل ببطارية أو بجهاز محفز خارجي. الجهاز المحفز الخارجي يقوم ببث ذبذبات كهربائية. نعم. إلى السلك ومن خلاله إلى الأعصاب، يقوم بتنشيط الأعصاب وإعادة الأعضاء إلى وظيفتها الطبيعية. جميل. هذا تسمى مرحلة الاختبار. تتم مرحلة الاختبار أو المرحلة الأولى لمدة أسبوعين. نعم. بحيث يكون الجهاز المحفز جهاز خارجي. كل الذي موجود في المريض هو عبارة عن سلك كهربائي تحت الجلد غير مرئي. نعم. موصل ببطارية أو بجهاز محفز خارجي. تتم خلال
فترة أسبوعين مراجعة المريض وتغيير برمجيات وذبذبات الجهاز عن طريق مبرمج خارجي وقياس مدى استجابة المريض لهذه التقنية. جميل. فتم خلال فترة التست لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. نعم. وبعدها مراجعة المريض من جديد. إذا وجدنا أنه استفاد من هذا الجهاز وتم نسبة تحسن أكثر من 50%، نسبة التحسن تتراوح من 50 إلى 100%. جميل. إذا كانت نسبة التحسن أقل من 50% فلا يتم زراعة الجهاز البيرمننت إمبلانت. نعم. فإذا شفنا أنه نسبة التحسن أكثر من 50% نقوم بعمل المرحلة الأخرى والتي هي عبارة عن زرع الجهاز المحفز تحت عضلة تحت الجلد. نعم. في أعلى الفخذ. الجهاز حجمه 4×5 سنتيمتر، وزنه 20 جرام. يمكن أكبر من عملة الـ2 يورو بشوية. جميل. نفس يعني الواحد ما يحس فيه، يعني هو مزرع ما يحس فيه، تحت الجلد موجود. نعم. غير مرئي للناس. مع مرور الوقت في أول أسبوع المريض لا يشعر به تماما. نفس تقنية بطاريات القلب. نعم. التي تقوم بتنظيم عبضات. نعم. نبضات القلب، لأنها. نعم. هي عبارة عن نبضات كهربائية. بالضبط. نفس الجهاز يتم زرعه في هذه المنطقة. جميل. دكتور لبيب، الحين بعد ما الشخص يزرع الجهاز شو احتياطات معينة؟ مثلا يقول لك بخصوص السباحة، بخصوص السفر، هل في احتياطات معينة ولا عادي يعيش حياته بشكل نفس طبيعي؟ الاحتياطات التي تتم عند مريض اللي زرع نبضات القلب. نعم. في المطارات، في عند عمل نوع من أنواع الأشعات كالرنين المغناطيسي مثلا، نقوم بإعطائه بعض التعليمات، ولدينا أيضا نشرة خاصة. بالضبط. تعطى لطبيب الأشعة في حالة احتاج المريض إلى رنين مغناطيسي. بالنسبة للسفر وللمطارات، هناك بطاقة هوية خاصة بكل مريض. بالضبط. مكتوب فيها أن المريض لديه جهاز كهربائي مزروع. نعم. وبالتالي يتم الأخذ هذا بعين الاعتبار في المطارات أثناء التفتيش. بالضبط، صحيح. نعم. بالنسبة للسباحة. نعم. بإمكانه السباحة، ولكن في بعض حالات الغوص ننصح أنه لا يغوص أكثر من 10 متر تقريبا. كم صلاحية الجهاز دكتور؟ الجهاز هو فيه بطارية داخلة. البطارية هذه تنشحن هذه ولا؟ لا. تستبدل. الجهاز هذا فيه بطارية، البطارية هذه موجودة داخل الجهاز. يتم تغييرها ماكسيمم أكثر شيء تصل إلى 10 سنوات. جميل. وتغييرها يتم بعملية صغرى تحت التخدير الموضعي، عبارة عن استبدال البطارية ووضع بطارية أخرى. جهاز موجود من فترة طويلة في أوروبا ويتم استعماله. ما لا آثار سلبية دكتور على المريض، يعني أو بعض الآثار الجانبية ممكن الواحد نتيجة يعني أن ركب هذا الجهاز؟ التهاب في مكان الجهاز. هذه هي ميزة الجهاز. بعض الأدوية لديها أعراض جانبية. بالضبط. الجراحات لديها أعراض ولديها مضاعفات. بالضبط. الجهاز ليس لديه أي مشاكل كبرى مقارنة بمضاعفات الأدوية أو بمضاعفات العمليات الجراحية. بالضبط. الجهاز يتم اختباره لفترة أسبوعين لدى المريض. في حالة الاستجابة يتم زرعه، في حالة عدم الاستجابة يتم إزالة السلك الكهربائي بكل سهولة تحت التخدير الموضعي. الجهاز لا يشعر به المريض. أقصى شيء ممكن يحدث للمريض أنه هو في حالات نادرة جدا يحدث التهاب حوالين الجهاز، ويتم بالضبط. ويتم التعامل معه. بالضبط. لكن لا توجد مضاعفات كبيرة. ما لا توجد موجودة. لا توجد. جميل. دكتور، لما المريض خلاص ينزرع له الجهاز ويعيش بحياته مع هذا الجهاز، هل فعلا تخبرنا كيف بيأثر على جودة حياة المريض بعد ما عالج مشكلة مثل الإمساك؟ ممكن في ناس تفهم يعني شو الإمساك، يعني وايد ناس تستهين بهذا العرض تقول يعني إمساك عادي كل حديلة، لكن فعلا شو تأثيره يكون على حياة المريض وممكن على وقايته من بعض الأمراض أو من إصابة بعض الأمراض بسبب علاج مشكلة مثل الإمساك؟ إحدى المشاكل التي يعاني منها بعض الناس الذين يعانون من الإمساك. نعم. إنها مع مرور الوقت تؤدي إلى خلل وتلف في جدار المستقيم. صحيح. وتؤدي إلى اعتلال عصبي في عضلات الحوض. بالضبط. وفي أعصاب الحوض. صحيح. هذه إحدى المشاكل التي في مع مرور الوقت تؤدي إلى السلس. صحيح. هذه إحدى أسباب السلس البرازي، اللي هو الإمساك المزمن. يؤدي إلى خلل في المستقيم ويؤدي إلى خلل في الأعصاب، وبالتالي مع مرور الوقت إذا لم يتم معالجته قد يؤدي إلى السلس.
ومشكلة السلس مشكلة شائعة جدا موجودة خصوصا عند بعض كبار السن وعند حتى النساء خاصة الولادات المتكررة بسبب الولادات المتكررة يحدث اعتلال عصبي يحدث تمزق عضلي ويتم فحص المريضة ومعرفة إذا كان بالإمكان هل حتستفيد من هذا الجهاز أم لا. ولكن من يعاني من السلس البرازي يضطر أنه يبتعد عن المجتمع بالضبط. يكون انطوائي يصل إلى مرحلة الاكتئاب لا يتكلم عن مشكلته مع طبيب أو مع أي أحد من المجتمع. هو الإحراج اللي يكون المريض دائما يعني حتى الدكتور قاطع كلامك بالخير أن السلس البولي تلاقي بعض المرضى يعني صار يتشجعون يقولون لكن السلس البرازي ما تكتشفه إلا بالصدفة عند المرضى بعد لا يزال هالإحراج أنه عيب نقول للدكتور أن عندي هذه المشكلة. السلس البرازي هو عبارة عن درجات معينة تبدأ من عدم التحكم التام بالبراز إلى عدم التحكم بالغازات إلى وجود تسريب خفيف أثناء خروج الغازات. نعم. فأحيانا معظم المرضى بيعانوا من وجود تسريب خفيف أثناء مرور الغازات وبالتالي يجدوه على الملابس الداخلية ولا يهتموا بهذا الشيء ولكن هذا الشيء مع مرور الوقت ممكن يؤدي إلى سلس برازي كامل. فلذلك الغرض من هذا اللقاء هو توجيه رسالة للناس أنه يوجد علاج للسلس البرازي. صحيح. يوجد علاج للإمساك المزمن. علاج الإمساك المزمن باستعمال الملينات مع مرور الوقت يؤدي إلى ضرر. صحيح. فيوجد نقص في التوعية عند بعض الناس وعند بعض الأطباء بأسباب وكيفية علاج السلس والإمساك المزمن وهذا هو الغرض من أنه هو ننشر بعض الوعي والتوعية لهؤلاء الناس. طيب دكتور أنسب الوسائل اللي ممكن نحن نقي أنفسنا من هذه الأمراض شو لازم نسوي بالنسبة للإمساك بعد أن يتم معرفة ما هو السبب لأنه هو أحيانا يوجد أسباب جراحية تحتاج إلى علاج أحيانا يوجد أسباب تحتاج إلى بعض التمارين بعض الأدوية. صحيح. ولكن إذا استبعدنا معظم الأسباب التي تحتاج إلى تدخل هناك بعض النصائح التي ننصح فيها المريض والتي هي تعتمد أساسا على الغذاء. نعم. راقب ما تقوم بتناوله باستمرار بالضبط. نظم الأكل اشرب ماء بكميات كبيرة. صحيح. خفف الدهون أكثر من الألياف. التمارين الرياضية. نعم. لها دور كبير دكتور تمارين رياضية في الإمساك. صحيح. عدم الحركة بالضبط. عدم الحركة نسميها اللي هي اللايف ستايل تشينج نمط الحياة, نمط الحياة. يعني. صحيح. نمط صحيح. الحياة لازم يتغير إذا ما في حركة كثير فبالتالي هذا من العوامل التي قد تؤدي إلى الإمساك المزمن. دكتور الحين أكيد كثير من الناس يسمعونا في بعضهم أكيد يعانون من إمساك من فترة بس شو هي الفترة اللي ممكن أنا أقولها عنده إمساك مزمن وأنا كمريض مهيئ مثلا أن أصير أجرب الجهاز هل الناس اللي عندهم إمساك من يومين من أسبوع من شهر ولا لا في عندكم كرايتيريا معينة في كرايتيريا معينة للناس لا. التي نسميهم عندهم إمساك مزمن نعم. أولا يجب أن لا تقل الفترة عن 3 أشهر يجب أن يكون هناك تغير في عدد المرات التي يذهب فيها المريض إلى الحمام. صحيح. لا يعني أقل من 3 مرات أسبوعيا تعتبر أقل إمساك من 3 مرات أقل من 3 مرات نعم. أسبوعيا تعتبر إمساك إذا زادت عن 3 أشهر إذا المريض يعاني من صعوبة في الإخراج نعم. وأحيانا يأخذ وقت طويل في الحمام عشان الإخراج. صحيح. يعني في كرايتيريا معينة إحنا نقدر على أساسها نسميه chronic constipation أو إمساك مزمن وبالتالي نبدأ في معالجته عن طريق بعض التمارين بعض الأدوية ونصل إلى مرحلة العلاج بجهاز التحفيز الكهربائي. طيب دكتور احيانا الواحد يعني تي اعراض او بعض الاعراض العرضيه نقدر نقول عنها متى ممكن انا اخذ فيها بعين الاعتبار وتوجه الى الطبيب اذا الاعراض عرضيه اولا دائما ننصح انه اي شيء غريب يشعر به المريض سواء امساك سواء نزيف سواء الم يجب مراجعة الطبيب لا تستهين بأي أعراض
يحدث. أحسن دكتور فعلاً. لأنك لا تعلم ماذا يوجد خلف هذا الأعراض. فلذلك ننصح دائما بمراجعة الطبيب. إذا كنت تعاني من الإمساك لا تعتمد على الملينات وهذا هو الحل. لا، هناك فحوصات يجب أن تعمل وكل شيء موجود ومتوفر الحمد لله لعمل هذه الفحوصات. صحيح. جزاك الله خير دكتور. ما أدري كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل ما نختم معك؟ كلمة توعية فقط للناس، للمجتمع، أنه يوجد علاج للسلس البرازي. هناك أناس، هناك أناس موجودين أنا متأكد أنهم يعانوا من السلس البرازي، يعانوا من الإمساك المزمن، ولكن لا يتكلموا، لا يفصحوا لها للأهل، للزملاء أو للطبيب. والبعض لا يعلم إذا كان موجود علاج أصلا. فقط هي رسالة توعية أنه يوجد علاج. صحيح. أسمعنا صوتك. نعم بالضبط. على طاري أسمعنا صوتك أبو خالد، عندي دقيقة وبختم البرنامج، تفضل يا سيدي. تفضل أبو خالد. مرحبا. أنا عندي سؤال. عندي والدي عمره تقريبا 84 سنة، عنده هيستوري في الجلط الرأس والقلب، وصارت له مشكلة الاحتباس البولي، يعني صار عنده إمساك. فالآن نسوي له مثل القصدير القسطرة. وعملنا له امتحان مرتين وما تبول انت كرامه، فقرب يسوي له عمليه ولكن ما مشت الامور، لانه لما وقفنا الحبوب حقت الدم اللي تصير للراس صارت عنده جلطه خفيفه. الان هل يمشي معاه نركب له الجهاز هذا اللي الدكتور تكلم عنه؟ عندك اي سؤال لخالد دكتور؟ لا. شكرا لك خالد، تسمع الإجابة. إحدى الشروط الرئيسية المهمة للشخص الذي يتم زراعة الجهاز له أن يكون واعي ويستطيع التحكم بالجهاز، لأن الجهاز لديه ريموت خارجي. نعم. يتحكم بالذبذبات، يتحكم بالإطفاء الجهاز أو تشغيله. فإحدى الشروط المهمة أن المريض يكون واعي ويستطيع استعمال هذا الجهاز. 84 سنة ما شاء الله. 84 سنة، إذا هو لديه القدرة على التحكم بالجهاز ولديه الإحساس بالذبذبات وتغيير الفولتس أو تخفيضها، يراجع طبيب المسالك البولية، لأن طبيب المسالك البولية هو المختص بهذا الشيء. جميل. نحن شاكرين لك دكتور لبيب العزيبي، استشاري جراحة القولون والمستقيم بمستشفى راشد. كنت تكلمنا عن استخدام تقنية حديثة في مستشفى راشد لمعالجة مرضى الإمساك، تقوم على مبدأ التحفيز الكهربائي للعصب العجزي من خلال زراعة جهاز صغير تحت الجلد، وهذه يعني أول مؤسسة صحية على مستوى إمارة دبي تقوم باستخدام هذه التقنية المتطورة، هي مستشفى راشد. جميل. شاكرين لكم هذا الإنجاز وكل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك دكتورة ندى الملة، أتمنى لك إن شاء الله إجازة سعيدة. شكرا لك يا أميرة الخفلي كانت معنا في التنسيق، وشكرا للأخ حسني البلاوني على الإعداد، وأيمن سرحيل في الإخراج، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. يعني يقول السلام عليكم، ما شاء الله الدكتور الضيف أسلوبه وطريقة سرده للموضوع ممتازة، كأنه إعلامي من الدرجة الأولى. خلاص ناخذك معانا البرنامج دكتور. البرنامج معنا. عموما وصلنا لختام الحلقة، نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.